السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى يوم مميز جدا، يوم عزومة، بس طبعا مش في بيتي، العزومة دي عند أهلي. هنقول لكم عملنا كل ده ازاي. عزومة اسكندراني، أكل بحري كله. هنا جمبري اهو، جمبري وكابوريا، سمك بلطي، سمك بوري، وهنا السمك سنجاري. طبعا كله اسكندراني اسكندراني. طبعا بسارية هنا بنعشقها، الاسكندرانية طبعا بيحبوها جدا. والرز الصيادية بقى والسلطات، صحينا شايفين. والله يا جماعة اكل مطاعم بجد، يعني شايفين الاطباق عاملة ازاي، جرنش بتاعها فظيع. هنا طبعا شوربة الكابوريا، شوربة جمبري طبعا، هنا سلطات، شغل عالي عالي. يعني الجمبري ده بقى فاهيتا، لازم تدخلوا حالا دلوقتي تعرفوا طريقته ازاي. انا عن نفسي عملتهاش قبل كده، بس انا دقته بجد جميل جدا واكيد هيعجبكم. وهناك دي المسقعه اهي، مسقعه. واحلى حاجه في الموضوع شوربه الكابوريا دي، بجد فظيعه، وهقول لكم برده طريقتها. ادخلوا بقى حالا شوفوا الجمال ده اتعمل ازاي. هتعملي ايه تاني بقى؟ هنعمل شوربة كابوريا، هنعمل شوربة جمبري وجمبري فاهيتا، هنعمل بوري سنجاري ده طبعا، وهنعمل بوري مقلي برضو بطريقة حلوة قوي، وهنعمل بولتي مقلي بمقرمش، وهنعمل بسارية، وهنعمل كذا حاجة ان شاء الله. اهم حاجة شوربة الكابوريا، اتوصي بيها شوية كتري. دي صينيه بقى السمك السنجاري الجميله دي، التحفه اللي شكلها مغري جدا اهي. هنا دي اهو، حطينا الاول على السمك، حطينا الثوم مدقوق الاول، لازم تدعكي السمكه في الاول، ثوم مدقوق على كمون على ليمون على كل البهارات اللي عندك بتاعه السمك. وبعد كده بنحط لها بقى الخضار المشكل ده، جزر وبصل وطماطم وفلفل وخضره برده وبتاع ده، وشرايح الليمون دي بتبقى جميله جدا، وبتنزل عليها عصاره بتبقى جميله جدا. طبعا ما ينفعش سمك من غير ليمون. وهنسويها بقى دلوقتي، هندخلها الفرن، هندخلها الفرن طبعا، بتسيبيها شويه تشرب من الحاجات دي كده، يعني نص صايه كده ولا حاجه، لغايه ما ايوه تتعتق، لغايه ما تتعتق كده وتبقى. بنحط هنا البصل الاخضر عليها، بيديها طعم حلو جدا، جربوها بجد بالبصل الاخضر هتفرق كتير بجد. يعني البصل اللي هو العادي ده مش كفايه، لا انا حتى بصل عادي، بس البصل الاخضر بيبقى ليه نكهه كده مميزه جدا، وبتحلي السنجاري جدا. خلاص انا المره الجايه برده هجربها بنفس الطريقه دي، كنت بحط البصل اللي هو الاحمر بس عليها، المره الجايه هجربه بنفس الطريقه، اكيد هيعجبنا باذن الله كلنا. يلا بقى بينا ندخلها الفرن بقى دلوقتي. دي بقى صينيه بسارية، هنشويها برده في الفرن، بتبقى جميله جدا. وطبعا عاملين اسماء مقلي النهارده صح؟ عاملين نص تاني مقلي وعاملين مقلي. ماشي، عملتي حطيتي عليها؟ غسلناها طبعا الاول، نضفناها بطريقه حلوه جدا واشطفناها، وبعد كده حطينا عليها طماطم وبصل، وطبعا بصل اخضر داخل معايا النهارده في كل حاجه. ايوه، في الحامي طبعا بيحلي كل اكلات السمك طبعا، مش مستغنى عنه في اي حاجه، والليمون. أيوة. وطبعا الثوم بتاعنا والكمون والكزبره وشويه فلفل اسمر وشويه شطه صغيرين، دول طبعا بيأسسوا اي اكل. بتاخد قد ايه بتقولي؟ يعني 10 دقايق برضه؟ 10 دقايق ربع ساعه، وهتشوفها بعد ما تطلع باذن الله. ونروح بقى نقلي كميه البسارية الثانيه، يلا بينا. كوريا احنا نقعينها دلوقتي، لازم تتنقع علشان تنزل الميه اللي في الرمله اللي فيها وتتغسل كويس. طبعا هي منقوعه دلوقتي في ميه وملح 10 دقايق. دلوقتي بقى هنعمل الكابوريا، حله سخنه حاطط فيها سن الزيت، وعليها بقى الكابوريا كده بقى، بنشوح في الكابوريا لغايه ما تتغير لونها خالص وتبقى برتقاني. بنقلب الكابوريا دلوقتي، هننزل بالبصل، بصل ابيض وبصل برده اخضر، معلش بقى كان في شويه جزر حطوا عليهم، بس احنا هنطلع من الخلطه كلها مع بعض. هتحط عليها حاجه تاني؟ لسه هيتحط دلوقتي، هنحط طماطم وهنحط جزر وفلفل، بس عايزين ندي البصل تصميمها كده يبقى جدا حاجه، مش هنسيبها غير لما تغير لونها وتبقى برتقالي الكابوريا، تبقى لونها برتقالي كده، يبقى درجتها الحراريه اصلا بس بتغير اللون اهو. بتغير معايا اللون. خلاص كده البصل دبل صح؟ البصل دبل، ننزل بقى عليه مش حامي قوي، لا، وشويه كرفس برده مش كتير. تقلبي بقى يعني نخلي النار تشم كده شويه، ابتدت اهي تغير لونها اهي، خلاص طلع جزر. شويه جزر مبشورين،
طبعا بتدي طعم جميل خالص الشوربه. اه ممتازه جدا. تفضل تقلبي فيها كده قد ايه؟ لحد ما ننزل كل الماء برضو بنقلبها برضو ميه مكعبات. ننزل بقى بالتوابل. ايه هي بقى التوابل؟ شويه ملح وشويه شطه وكمون وكزبره توم باودر بقى لونها وصل بقى برتقاني بقى حلو ازاي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ ننزل بالميه. لو مستعجله حط ميه سخنه، مش مستعجله عادي ميه حنفيه مش هتفرق يعني. مش هتفرق كده. وبرده ما نزودش الميه قوي عشان تبقى مركزه كده. بقى فاهيتا الجمبري. الاول بنحط الجمبري في شويه زيت، اول ما بيسخن الزيت طبعا بتحطي جمبري، وبعد كده بننزل معاه شرايح البصل كده طويله بقى شرايح كده، وبعد كده ما يتبلوا مع بعض بنروح حاطين بقى الفلفل والطماطم برده شرايح تبقى فظيعه. بعد كده بهاراتها كمون وفلفل اسمر وبس على كده، ما تكتريش بهارات، هو كفايه بس طعم الجمبري، مش عايزين بهارات كتير. وطبعا بتظبطي الملح بتاعها وبتقلبي لغايه ما كله ينزل. فاهيتا الجمبري دي يا جماعه شكلها تحفه، انا عن نفسي ما جربتهاش قبل كده، هجربها باذن الله في طريقه اسماء، وانتوا جربوها بجد هتعجبكم باذن الله، عشان دقتها دلوقتي حالا طريقتها تحفه وطعمها يجنن فعلا يعني، حاولوا تجربوها. بس كده اهو زي ما انتوا شايفين السفره بتاعتنا اهي، زي ما انتوا شايفين الاكل خلاص جاهز وهناكل دلوقتي. اتفضلوا بقى كلوا معانا السنجاري، البسارية، السمك البلطي، السمك البوري، الكابوريا، هنا الجمبري فاهيتا المسقعة، هنا طبعا عاملين برضو البوري عاملينه سنجاري اهو. سنجاري ده بوري، ممكن تعمليه بلطي كمان لو ما عندكش. وبس كده، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله هقول لكم افكار تانية كتير، ولو حبيتوا الفكره ان شاء الله هعمل لكم افكار عزايم تانية باذن الله. لو انتوا بس حبيتوا الفكره وقلتوا لي، ويا ريت بقى قبل ما تخرجوا من الفيديو تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل اشعاراتي. والسلام عليكم.